أدعوها أن تأخذ طائراتها التي تقتل بها الليبيين وتذهب لتحرير جزرها المحتلة. فسحقا لهم، فسحقا لكم تركت لأسركم العار الذي كتب بدماء الليبيين الذي لم يمحيه الزمن ولا التاريخ. وأخيرا أحييكم أيها الصابرين المرابطين الصامدين. يا أعظم شعب، يا أعظم شعب عرفه التاريخ، والله إنكم أعظم شعب عرفه التاريخ. تستقبلون صواريخهم بالله أكبر وبالهتافات والأناشيد والزغاريت. دمتم أيها الشعب العظيم، دمتم في ظل قائدكم تصنعون التاريخ. وتطهرون البلاد كما قال قائدكم. بيت بيت